كان هناك مدن بمثابة مشاعل للحضارة من الشرق إلى الغرب. بل عندما قامت النهضة الأوروبية على ماذا اعتمدت؟ النهضة أيضا تنسب إلى الطبقة الوسطى وبالذات البرجوازية التجارية التي كانت تتعامل مع التجار المسلمين فتزور الحواضر والعاصمة الإسلامية. والتجار آنذاك لم يكن همهم الأول تبادل السلع والبضائع، ولكن حتى دون أن يشعرون كانوا يتبادلون الأفكار. نعم. فعلى سبيل المثال كان التاجر يأتي من ليون في فرنسا وينظر إلى القاهرة فيصاب بالانبهار والدهشة التي نشعر بها نحن الآن، أو أنا شخصيا كقروي أعيش في قرية مصرية ضامرة عندما أذهب إلى باريس.